أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز لك إذا ظلمت من قبل شخص أن تنتصر لنفسك بأخذ مظلمتك منه إذا كانت مالية، حتى لو اضطررت إلى هذا الأمر بحلف يمين ليست صادقة، لأنه هو الذي تسبب بهذه الخسارة لك؟ يا أخي، من ظلمك بأخذ شيء من مالك فهناك سلطة ترفع أمره إليها وتطالب في حقه، ولا تأخذ بيدك، لأن هذا يحصل به الفوضى ولا تنضبط الأمور مع ذلك. لكن إذا تعذر رفعه إلى السلطة وظفرت بشيء من ماله فإنك تأخذ قدر حقك، إذا لم يلزم على هذا مفسدة أكبر، وهذه ما تسمى مسألة الظفر. قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم من النفقة، قال صلى الله عليه وسلم، سألته: هل تأخذ من ماله؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.